طيب خليني أخذ مكالمة القسيس نبيل زيدان راعي الكنيسة المعمدانية العربية في واشنطن. أهلا وسهلا قسيس نبيل، أهلا وسهلا فيك. شكرا أخ نزار، الرب يباركك ونهارك سعيد لكل المستمعين أيضا والمشاهدين. ويباركك قسيس. إحنا عم نشوف الأوضاع في واشنطن، أعمال الشغب والعنف، وفي طبعا مظاهرات سلمية من ناحية تانية، إيه اللي ممكن تخبرنا عنه والمشاهدين اللي عم بسمعونا؟ حقيقة يعني التلفزيونات اليوم عم كل القنوات عم تظهر الأشياء اللي عم تصير في واشنطن دي سي قريب من مبنى الكنيسة جدا، يعني تقريبا حوالي 5 دقائق بس من مبنى الكنيسة. أيوة. في بعض التكسير للمحلات ولل يعني المتاجر، وشيء محزن جدا ومخزي لأن الإنسان بيتصرف تصرفات بهالطريقة هاي يعني نتيجة بعض الأمور. يمكن يكون في بعض الأوقات الإنسان محق بالأمور اللي شاعر فيها نتيجة الظلم أو نتيجة العنف اللي بيصير، لكن مش هاي هي الطريقة اللي ممكن أنه نحن نتجاوب معها. لما بيكون في احتجاجات سلمية ما ممكن ابدا حدا يتاذى او ما في ما، لكن الامور اليوم اللي عم نشوفها كثير محزنه ومخزيه وبتظهر فعلا بانه قد ما تطور الانسان تقنيا وعلميا وطبيا وكل بكل الامور، حاجه الانسان القصوى ما زالت هي هي تغيير القلب وليس الاشياء الخارجيه. طيب احنا عم نشوف اعمال شغب ووضع خطير جدا، وانا عارف انه الكنيسة في هذه الايام انتم عم تعملوا اجتماعاتكم عن طريق التكنولوجي عن طريق الميديا، لكن كيف تصلوا للمجتمع؟ ايه دور الكنيسة خلال هذه الفترة الصعبة في منطقة واشنطن؟ نشكر الرب انه عم بيفتح الابواب لنا لحتى نقدر نتواصل مع كثير من الاشخاص، فسواء عن طريق القنوات الاجتماعية أو عن طريق الفضائيات. نشكر الرب أنه عم يفتح أبواب الكنيسة هون لحتى تنشر رسالة الإنجيل، رسالة المحبة والسلام لكل الناس. وربع يعطينا من خلال الاتصالات البدائية اللي هي التليفونات والأشياء الثانية أن نوصل للأشخاص اللي هم من مجتمعنا ونقدر نتكلم معهم، لكن ما زال في كمان اتصال مباشر في كثير من الاحيان في المنطقه اللي نحن فيها مع اشخاص اللي بنقدر نواجههم وجه لوجه يعني نوصل برساله الانجيل لهم. فنشكر الرب انه الرب عم يفتح الابواب وعم يعطينا انه نقدر نوصل لاشخاص كثيرين في المنطقه اللي نحن فيها وكمان في كل امريكا. قسيس نبيل، طيب احنا عم نوصل رسالة للناس، شو المفروض أو شو المطلوب إحنا نعمله حتى هيك ربنا يتدخل في هذا الوضع؟ هو في المكان الأول الرب بيعطينا يعني الوصية العظمى، والوصية العظمى هي لكل إنسان منا. الرب يقول هي أن تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل فهمك ومن كل فكرك ومن كل قوتك، والثانية مثلها أن تحب قريبك نفسك. فالإنسان اللي فعلا بيقدر أنه يعرف فكر الله ويريد أنه فعلا يكون في تغيير في المجتمع اللي نحن يعني بنتأمل وبنترجى أن يكون هالتغيير، هذا هو دائما الأفضل. التغيير بيبتدئ أولا من الإنسان نفسه. يعني أحد الأشخاص قال في الماضي أصلح نفسك يصلح الكون. خلينا نتذكر بأنه كل واحد منا في عنده بأفكاره بعض الكبرياء، بعض الأنانية، بعض التعصب، بعض الأشياء. فقبل كل الأشياء نحن بحاجة أن نصلي ونقول له يا رب أنت خليني ألاحظ نفسي في الأمور هاي، أنت أعطيني أن ننقي نفسي بنعمتك أنت، لأن أنت يا رب العامل فيا لكي أريد وأن أعمل ما هو لمسرتك. فأعطيني يا رب أن ننقي نفسي من التعصب والأنانية والكبرياء ونسمع كلمة الرب اللي بيقولها يعني لميخا، للنبي ميخا في العهد القديم. يعني ميخا
حكى كثير مع شعب الرب وقال لهم أن الرب لا يسر بالذبائح والمحرقات والأشياء اللي أنتم بتقدموها. يعني قال لهم يعني معقول كثير أنه أنا أسر بالأشياء اللي أنتم عم تقدموها من زيت وذبائح وهالأمور هاي؟ الرب يقول لهم في لي خصومة معكم. لكن بعدين بيعطيهم الأمر وبيقول لهم شو برين أنا منكم، وبيسألهم السؤال هل يسر الرب ألوف الكباش بريبوات أنهار زيت؟ هل أعطي ذكري عن معصية ثمرة جسدي عن خطية نفسي؟ والجواب لا. والرب يقول قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وما يطلبه الرب منك إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. وهذا اللي يعني بيلخص الموضوع كله، أنه نحن فعلا في المكان الأول نطلب من الرب، نصلي أن الرب يعطينا فعلا ننزع أي شيء لا يرضي من حياتنا. خليني أقول أنه الإيمان والتكبر لا يمكن أن يتماشى مع بعضهما البعض. الإيمان بيجي مع التواضع، والرب يقول أن تسلك متواضعا مع إلهك في المكان الأول، أن تحب الرحمة، وبعدين أنه يا رب أنا أريد أن أصنع الحق، أصنع ما هو حق. والحق لا يصنع في العنف ولا في سلب ما ليس لنا، بالعكس الرب سيجازي كل الأشخاص الذين يتصرفوا بهكذا التصرف. يعني بعض الأحيان الرب يمكن أن يستخدم هكذا أشخاص حتى يؤدب أولاده في الكنيسة أو شعبه، لكن بنفس الوقت خلينا نتذكر بأن الرب لا يسكت أبدا عن خطية، وهو دائما يعني الإله العادل لكن بنفس الوقت الإله الرحوم والغفور الذي سامحنا في شخص المسيح. هو بيعرف جبلتنا على الصليب، قال أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. والإنسان لليوم بعده مش عارف شو عم بيعمل، لكن الرب يعطينا نعمة أن نصلي نأخذ القول هذا من الرب أن نصنع الحق نحب الرحمة نسلك متواضعين. آمين آمين. شكرا جزيلا قسيس نبيل، ربنا يحميكو، ربنا يبارككو، وربنا يستخدمكو في هذه الظروف الصعبة. كان معنا القسيس نبيل زيدان، راعي الكنيسة المعمدانية في واشنطن.